وانا داخله بقى العمليه انا نفسي كنت عارفه ان انا مش هطلع، وهما بياخدوني ليه كده ما اعرفش، كنت حاسه كده. ليه؟ لا ما هو انا مت، انا فعلا يعني هحكي لك. وانا داخله قلت لاخويا الكبير طب خدي بقى ميه. لا 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 تمام، دينا زمانها دلوقتي بت 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 بتصوت عشان المكياج. زمانها دلوقتي عماله تقول بتصوت عشان المكياج، فاهمه؟ انت مكياجك حلو وانت حلوه يا ياسمين. قلت له خلي بالك من ياسمين وسيف، لان انا فعلا كنت داخله مش طالعه، انا حاسه ده، انا كنت حاسه ده. وطبعا لما دخلت كانت حالتي رايحه خالص، طلعوني من العمليه على عنايه المركزه. في العنايه المركزه بقى خراطيم من مناخيري، خراطيم من بقي، اربع خراطيم من هنا، اربع خراطيم من هنا. طبعا من كتر ما ايديا تشكشكت، يعني تشكشكت وكلها مزرقه، ركبولي ثلاثه فوق وثلاثه في تحت واربعه، كل ده متوصل كانيولا. كانيولا. كل ده متوصل بادويه انتبيوتيك، يعني شوفي مثلا سبعة ولا ثمانية انتبيوتيك طالعين من رقبتي. وانا بقى في العنايه المركزه قعدت يجي خمس ايام، وانا في العنايه انا كنت خلاص، يعني اللي بيدخلوا هم شايفين ان انا بروح، يعني الدكاتره بيقولوا لهم ادعوا لها احنا هنعيش اليوم بيومه. الجهاز اللي انا دخلت عليه ده في العنايه المركزه لو 100 بيدخل ما بيطلعش الا 10، ولو 10 بيدخلوا ما بيطلعش مثلا 2 او 3. يعني حتى انا بعد ما خفيت، يعني كان في حد يعني قال لي ان حد قال له يعني من المستشفى هي دخلت على الجهاز ده اللي بيدخل عليه ما بيطلعش. وكان قلبي، نبضات قلبي وتلوث لسه في الدم عندي عالي. كنت حاسه بحد حواليكي؟ يعني كانوا بيكلموكي بتردي عليهم؟ بصي انا من اول العمليه الاولانيه لغايه العنايه المركزه في وقت كده، كل ده انا في شبه غيبوبه، انا مش فاكره حاجه، بجد مش فاكره حاجه. بس في وقت كده ساعات، عارفه انت يا منى، طبعا انا ولا كنت بتكلم ولا بمشي ولا باكل ولا بقعد، انا كنتش بتكلم، كنتش بعرف اتكلم. يعني كنتش بعرف اتكلم، كنتش بتكلم، ما كنتش بمشي. انا حد قال لي من اللي كانوا معاك في المستشفى انه ربنا يدي السلامه لكل الناس، انه صوت التوجع بتاعك كان صريخك جايب لاخر المستشفى. يعني صريخ وألم رهيب كنت فيه. المهم وانا في العناية كان في حاجة غريبة قوي. الاربع ايام دول انا مش عارفة اربع ايام ولا خمس ايام، انا مش فاكرة حاجة. يعني انا مش فاكرة، وما كنتش بسأل قوي كمان، لان انا مش عايزة افتكر الايام دي، انت فاهمة حاجة؟ كنت بسأل بس عن ايه اللي حصل لي، يعني الحاجات اللي حصلت لي يعني في بطني. المهم كل ما انام يا منى في العنايه المركزه يجي لي كابوس، كل ما اغمض عيني يجي لي نفس الكابوس. اعوذ بالله. ما اعرفش الاربع ايام دول الخمس ايام دول كل ما اغمض، فما بقتش انام، قررت ان انا مش هغمض عيني من كتر ما انا بشوف الكابوس ده.
ايه الكابوس ده؟ ما اعرفش كابوس كده غريب، انا يعني مش عايزه احكيه، بس كابوس غريب قوي يعني، حاجه غريبه كده. وانا عمري ما جالي كوابيس ولا من النوع اللي انا بحلم قوي والحاجات دي يعني. في وقت بقى وانا في العنايه المركزه كنت خلاص، انا خلاص قلت لهم انا مش قادره اكمل، وانا فعلا ما كنتش قادره اكمل. وصلت المرحله من التعب ومن الالام يا منى، قلت لهم شيلوا الانتبيوتيك، انا عندي تسمم في الدم. قلت لهم شيلوا الانتبيوتيك، شيلوا كل حاجه، انا مش هقدر اكمل ولا اخد ادويه، انا تعبانه، انا خلاص، انا هبقى مرتاحه. اوف. ان انا ان انا اروح لربنا يعني، هبقى مرتاحه هناك اكتر.